كيف تصلح نفسك في رمضان؟ كيف الإنسان يستطيع أن يصلح نفسه في رمضان؟ هل يستطيع الواحد باش يصلح نفسه في رمضان؟ ولماذا رمضان بالذات؟ علاش ما نصلحوش أنفسنا قبل؟ احنا نقول لماذا نريد أن نصلح أنفسنا في رمضان؟ لأن اليوم الشهوات كثيرة جدا، والفتن أكثر منها، والمفسدون من شياطين الإنس أكثر من شياطين الجن. والآن كما نقول نحن مواد إعلامية، برامج إعلامية، شوارع فاسدة، مؤسسات يخدم فيها الإنسان ولا يقرأ فيها يجد فيها ثلة أو صحبة فاسدة، يعني دعاة الشر كثر لا كثرهم الله، كثر. وقلما تجد إنسانا، قلما تجد إنسانا يدعوك إلى الخير، يعني قليل وتلقى إنسان يقول لك اتق الله ما راكش في طريق مليحة. كامل الناس يحبوها سلامات، كامل واش راك لاباس خوياي، يربح معك المنحة ويروح، ادخل جهنم واش سامع بك. ولذلك الآن هذا هو السبب في كون الإنسان يصعب عليه أن يستقيم على طاعة الله، لأننا حتى في بيوت الله كيحب الإنسان يتسقم ويروح لبيت الله تبارك وتعالى، أحيانا راح يلقى واحد الأمور تثبطه، لو كان ما يعطيهش ربي الإيمان ويخلص لله ويقول أنا جاي على جال ربي، ممكن يلقى ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة في بيت الله عز وجل ينفره يخسر له كامل نيته. ولكن الحمد لله أن المساجد لله، والحمد لله أن بيوت بيوت الله، وأن الإنسان إذا تاب يتوب إلى الله، ما تتوبش على جال الناس، توب على جال ربي سبحانه وتعالى. ولهذا احنا اليوم كي يجي رمضان ربي سبحانه وتعالى أشار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ثمة فرصة للتغيير أكثر من أختها. لماذا؟ لأننا احنا كي هبطنا للأرض كي كنا آدم من الجنة من الشجرة، أنزله الله إلى الأرض وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فكان أول عدو لنا هو الشيطان. وحذرنا الله قال يا أيها الذين آمنوا أو يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كل معصية يقع فيها الإنسان إنما سببها الشيطان بطريقة تضليلية قد سبقت في عالم الجنة مع آدم من قبل. هذاك التغيير والتنويع وهذاك التزيين هذا كله موجود، وزين لهم الشيطان أعمالهم. يعني آدم عليه السلام ما أكل من الشجرة حتى جاء الشيطان وهو الذي زين له النظرة تاع الشجرة وبدل له الفكر وقال له هذه شجرة الخلد، وهي ماشي شجرة الخلد، كما لو يبدلنا احنا الفكر برا وسمنا الزنا والفساد والمخدرات والسرقة سماها زهو. زهو، والزهو عبوك شنو هو؟ النضوج في أوجه، هذا هو الزهو. الزهو حاجة مليحة، يزهو الزهر أو يزهو الثمر إذا كان في وقته مليح، هذا هو الزهو. وانت تطلقها كلمة الزهو على ماذا؟ على فساد، على الملاهي والرقص والفساد والغنى وغير ذلك. إذا نشوف الشيطان كيفاش غيرنا، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، سما هو بدلنا، هي شجرة الظلم سماها شجرة الخلد. فالشيطان عدو، وهو المصيبة أنه يرانا ونحن لا نراه، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. إذن الشياطين جعلهم الله تبارك وتعالى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشياطين جعلهم الله أعداء لنا، الشيطان لا يهنأ له بال حتى يدخلك النار، الشيطان لا يهنأ له بال حتى يدخلك النار. فإذا الآن ما دام عندنا عدو، هذا العدو احنا لا نراه ويأتينا من حيث لا ندري، الآن ربي سبحانه وتعالى في رمضان قالنا صفدت الشياطين، ربي يصفدها، معناتها يقول لك نحيلك الشيطان باش تعاود تولي غير انت وروحك برك، غير انت وشهوتك. واش بقى لك؟ شهوة. نحالك الشيطان، بقات لك شهوة، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. الصيام جنة، جنة أحدكم من النار. جنة، واش معناتها جنة؟ الصيام يطفئ الشهوة في الإنسان، إذا صام الإنسان كما يقولوا احنا يا نزلت عليه السكينة واطمأن قلبه وصار الإنسان هذا في رزانة، ويولي الإنسان كيصوم ما يولي كما كان فاطر، يعني راح يقلع المعاصي. إذن الصوم هو عملية نقوم بها احنا تعيننا على الطاعة. ولذلك أنت لما تصوم تجي تقرأ القرآن تصلي وما تكترش. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن يعني رب صائم ليس له من طعامه إلا من صيامه إلا الطعام والشراب فقط، يعني إلا الجوع والعطش أمسك عن الطعام والشراب.
رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. علاه؟ لأنه في النهار كان يفسق، يعني يفسق يسب يتشاجر. أما الناس اللي تصوم عادي، الناس الذين يصومون صيام حقيقي غير يصوم يركح، لا يكثر الحركة، جي فيه واحد طمأنينة الرزانة السكينة، يقرأ القرآن يصلي يرجع لبيته تنزل عليه السكينة. إذن هذه السكينة هي التي تعينك على أن تستقيم. إذن رمضان فرصة للتغيير، يعني لما نشوفوا أن رمضان ربي عز وجل بماذا غير الأرض؟ باش غيرها ربي بالقرآن. لما نزل القرآن بدأت المعادلة تتغير، لما نزل ربي القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق بدأت المعادلة تتغير، بدأ الناس ينظرون إلى شيء جديد في هذه الحياة، وهو نور خرج من غار حراء وهو القرآن الكريم الذي بدأ الناس ينضمون إليه. احنا الآن هذا متى وقع؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذا الشيء التغيير هذا وقع في رمضان. هذا ليس معنى أننا نحن لا نغير أنفسنا خارج رمضان، نحن مطالبون في كل لحظة وفي كل حين بأن نغير أنفسنا إلى الأحسن. ولهذا ربي عز وجل ماذا قال لنا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لازم في كل لحظة، لأن الإنسان لا يضمن وجود رمضان في حياته، يعني ما تقدرش تضمن أنت بلوغ رمضان، مستحيل. ولذلك أنت واجب عليك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، في الحين في الحين واجب علينا نتوب، ماشي السنة دوك يجي رمضان غير روحي، ما كاش هذه. احنا الآن لأن نتكلموا احنا نغير روحنا من الآن، ولكن نتكلم على رمضان إذا وصل علينا الخير والحقنا وبلغنا رمضان بسلام، تلك فرصتنا أن نتغير. شوف الآن الإنسان عنده شهوة النفس وعنده الدنيا وعنده الهوى وعنده جلساء السوء وعنده الشيطان الشياطين. الشيطان يصفدها الله يسلسلها 30 يوم، 30 يوم ماشي في 27، 30 يوم والشيطان مصفد. مردة الجن والشياطين يصفدون، لا يستطيع أحد أن يجزم أو أن يكذب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك لا موجودين الشياطين، موجود الجن وليس الشياطين. يعني مردة الجن الرؤوس الذين القادة الذين يأمرون بالشر الذين يؤذون الناس أزن، هذو الشياطين كلهم الله عز وجل يصفدهم، يقول ما عندهمش قوة ما عندهمش تأثير على الإنسان. إذن كون إنسان فاسد في رمضان معناتها هو فاسد. كي تشوف واحد فاسد في رمضان فاسد مليح، معناتها هو راه فاسد بزاف، ماشي الشيطان هو يفسد فيه، معناتها خلاص الشيطان كمل معه وطلقوا يمشي سما خلاص. هذا الإنسان اللي نحلك ربي الشيطان واش بقى فيك؟ بقات الذات نتاعك، الهوى، الشهوات التي ركبها الله عز وجل في الإنسان، شهوة الفرج وشهوة المال وشهوة الطعام وشهوة الرياسة وحب الظهور، شهوات كثيرة موجودة في الإنسان. هذه هي التي أنت عملك معها في رمضان، من تبدأ تخدم معها هذه الشهوات. ينظر الإنسان أول شيء، ينظر الإنسان حتى يغير نفسه في رمضان، أول حاجة ينظر إلى نظرة يعني مهمة كما يقولوا إحنا بجدية، نظرة جدية إلى عملية الإصلاح. هل واجب على كل إنسان يصلح نفسه؟ هل الإصلاح في حياتنا مهم ولا مش مهم؟ دوك انت كش نهار لقيت واحد برا هكذا يمشي قول لك والله رانا حاصلين غير الخير، وش بيك؟ والله راني حير كيف نسقم روحي. ما يهموش، بصح يحير في حوايج اخرين، يحير في الدنيا، يحير في اي حاجه ويفكر في اي حاجه، وقد يرفع الانسان قلم وورقه ويبدا يفكر، ويقدر الانسان يستشير ناس بدراهم على جال امور الدنيا، بصح في الاخره امور نفسك، امور نفسك انت. جلست مع نفسك في يوم من الايام وقلت انا لازم نسقم روحي، ما كاش واحد يهتم بالامر هذا، وفي حين ان ربي سبحانه وتعالى اقسم بكل مخلوقات هذيك والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، فقال لنا الله عز وجل قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني كاين حاجه باللي مستحيل والف الف مستحيل يفلح الانسان وهو لم يصلح نفسه. لازم تزكي نفسك، لابد من تزكيه النفس، لازم يعني دير في بالك باللي الامر ضروري والامر خطير، لأن موت الناس اليوم على تلك الحالات التي يموتون فيها، يموتون سكارى، يموتون لا صلاة لا والو، يموت يكفر بالله تبارك وتعالى قاطع الرحم، موت الناس على هذه الحالات أمر ينبئ بالخطر. احنا رانا نشوف الناس مات الله يرحمون دفنوه جراحين، بس على العبرة كيف مات الإنسان؟ ممكن تموت كما هو، يعني هل تموت ساجدا أم تموت سكرانا؟ هل تموت تذكر ولا تموت تسب؟ هل تموت واصل الرحم ولا قاطع الرحم؟ هذا سؤال محرج. هذا كيفاش راح تموت؟
ماشي المهم تموت هذيك العملية تاع الموت خطياتك هذيك ملك الموت يجي كما يقولوا يريقل معك في دقائق ينحيك بصح أنت كيف تموت يعني كيف تلاقي الله تبارك وتعالى الله عز وجل قالنا كلام خطير قالنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني ما أنت ربي يقول لنا اقعدوا انظر انظر ريح شوف تنظر نفس ما قدمت لغد أجبد تشوف أعطينا تشوف وش موجد غدوة وش عندك أجبد تشوف وش عندك هل أكثرت من الصلات والأمر المعروف نهي المنكر النصيحة الخير قراءة القرآن ماذا أكثرت وش عندك أم راهي موجودة غيبة ونميمة وأشياء يستحي الإنسان من ذكرها وش عندك وش كاين وش موجد زاد ربي قال اتقوا الله ولتنظر نفس شوف مع روحك وش قدمت لغد إذن ابتداء أول نقطة حتى نستطيع أن نحسن أنفسنا ونصلح أمورنا ونغير أحوالنا إلى الأحسن في رمضان هي أن نأخذ الأمور بجدية شوفوا الآن الصلاة كاين بعض الناس أنا نجزم لك بلي كيجوزوا على المسجد منا يجوز المسجد عادي قول لكم صلوا المغرب أم خرجوا أو أذن الإمام أو كملوا أم خرجوا أم دخلوا شغلوا كأننا لعبنا بالون ورحنا أنا نقول لك بلي يعاملونا الناس يعاملونا بعض الناس ولا الحياة تاع الطاعة بالنسبة ليه ماهيش مهمة شغل كي لي واحد يشرب قهوة واحد يشرب لاتاي واحد يصلي واحد ما يصليش كيف كيف شغل عادي شغل تحب تشرب قهوة ما تشربش تصلي ما تصليش عادي شغل ما تشربش قهوة وما تصليش كيف كيف شغل كي ما تحب انت سمحنا يا بالنسبة لبعض الناس كي نخرجوا من الجامع هنا شغل خرجنا من الصلاة كيف كيف شغل مكملوا الماتش مكملوا الصلاة عنده عادي ما توقفش انت مع نفسك وتقول هادو اللي صلوا هادو انا مانيش مطالب كيما هما انا مانيش مطالب من عند الله عز وجل اني نصلي معاهم لذلك الان الانسان لما ما ياخذش الامور بجديه والله ما يتسقم كيما نتايا ماكش داير في بالك بلي يتسقم ماشي لازم عليك مازالك ضارب في الحياه مازال وقات لك طول الامل مازال تقول مازال نعيش مازال هذا 24 سنه مازال يا حسره شوف لنا راهو 70 سنه تسمى باش نلحق له عندي ما راح نزيد نعيش تلحق له وما يضمن لأحدنا أن يعيش 5 دقائق بعد الآن وراه يضمن ولا ضمان لا سيما في زمن موت الفجأة ولا ضمان ونزيد لك حاجة ممكن تلحق أنت للسن هذاك بس حتى تشب على المعصية ويموت قلبك وتلحق للسن تاع 70 سنة وقلبك ميت والله ما تتوب إلا طبع الله نسأل الله يعافينا وإياكم إلا طبع ربي على القلب من كثرة المعاصي والله يعيشك 100-200 سنة والله ما تتوب لذلك نسأل الله السلامة والعافية نحن اليوم لازم نأخذ هذا الأمر بجدية شيء هذاك أو يصلي وأنا ما نصليش لازم تتصلي وكل الناس مطالبون بالصلاة وكل الناس مطالبون بالطاعة وكل الناس مطالبون بتغيير أنفسهم يعني الأمر عنده جدية الأمر مهم في الحياة مش مهم أهم حاجة في حياتك أنك تسقم نفسك أهم حاجة قال الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يعني الإنسان الحق 40 سنة 40 سنة وش معناتها يتأرجح العقل على الشهوة على الهوى يقول العقل في العادي يا في العادي خلينا لي مازال 50 و60 سنة مازالوا دراري نتكلموا على الإنسان العادي الأصل قال لك ربي بالك تغلط في الصغير وانت صغير بالك 20 سنة شوية العقل مازال 25-30 بالك ممكن شباب كذا ممكن والآن الفرصة اللي تأخذها انت في هذوك السن 16-18-20-21-30-35 هي شاب نشأ في طاعة الله كي تضرب هذا المشروع هذا مع ربي نشأت في طاعة الله جازت سلامات الحق 40 سنة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها الحمد لله الحق 40 سنة وجازت سلامات كملت مرحلة الشباب وجازت سلامات هذا هو الأصل في الإنسان ماشي نستنى نكبر نشيب باش نتوب لا من صغرك شاب نشأ في طاعة الله كي ربي قدرك والحمد لله لم ترتكب الكبائر ما كنت من الفاسدين كنت من الطائعين الحمد لله ونشأت في طاعة الله أديت هذيك القيمة أو هذاك المنحة تاع ربي سبحانه وتعالى وهي أن يظلك الله تحت ظل عرشه يوم القيامة الآن أنت كي تلحق 40 سنة الحمد لله جزت سلامات دوك راح طيش هذاك راح وبلغ أشده عقلا البلوغ العقلي خلاص العقل ولا 40 سنة حاجة ما شاء الله
وش يدير الإنسان؟ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى.